نادين الراسي جاي لعندك، تفضلي. هلا بنوصل انتشروا. مش بكير جاي. لا مش بكير. من لا, لا 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 نيرو اسمه بكير ولا ايه؟ لحظه لحظه على طول ناسي كاميرتي تجيبها. شو ريحه اكل فرجه؟ طب انتشروا انتشروا روي 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 انا بساعدك. لا خليك خليك بشرفك خليك كمشتك. شو عم تحضري؟ شوي شوي روي شوي روي شوي لحظه شعراتي ولا مزبطه حالي؟ انت مش قلتي لي بكون مزبطه حالي؟ ايه مزبطه حالك. جينا قبل بوقت نكزه صغيره. مالي مالي نكزه صغيره؟ جيتي قبل ما يجوا الاولاد. ايه تسكي تسكي كفي كفي. طب يلا اطبخي لهم، ما بدي ما تكوني طبختي لهم وهيك. اه بس في طبخ. شو عامله؟ بس انت صابرة قربي شوي. محضرة؟ ايه هيدا شوربة خضرة وشوربة عدس لان كل حدا بياكل شيء. وهيدا كشك. وكشك. طب شو هالقدارة وكبة خاص بزيادة؟ كبة لبكرة بس بعملهم هون بحبوا. ايه طب تعي تساعدك تعي تساعدك. يلا بتعرفي تشتغلي بلاك؟ عم بتصوروا كل شيء؟ لا انا لا ما بوسخ ايديا. عم بتصوروا كل شيء؟ بتمنتج ولا لا؟ لا ما بيتمنتج. لا بلا تعال روي شوي روي. مش هيك بيعملوا؟ اول مره عم بكبه بس انه بجرب. اذا بدك هيك بتصير تمديها هيك شوف امي يعني. روي 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 الله بوفقك روي. انا اكل الاولاد مش يا ما بصدق. عن جد انت بتطبخي هيك؟ ما بحبوا صنوبر. ما بحبوا صنوبر. ايه كل الاولاد ما بحبوا صنوبر. بصيروا بيزحوا لي اياهم سو حرام. ليش؟ عرفتوا بحبوا هيدا الشيء بقى. بكون عم بعمل شو بيبقى من الكبه. هلا مثلا هيدي لبكره. بس ما حدا بيصدق انه ما بتوقعك بتطبخي وهيك. عامله ثلاث طبخات هيك على الخفيف بس. انه ايه شو بيتوقع عم بعمل؟ ما بيتوقع انا بطبخ. انت ما بتطبخي؟ امبلا بطبخ. ليش تاكذب؟ بطبخ امبلا. شو هذا؟ ما بيفتح هذا ديكور. شو بدك؟ بدي ملعقه. هدي هون. اه هيدا الجرور. شو هذا حبيبي؟ ما بيتاكل ني بس لحتى يكبر. ما بيتاكل ني؟ لا ما انا انا بجيب اللحمه نصها بقر نصها غنم. فيني دوق شيء؟ بدوق مره وما بحطها. لا بشرفك دوقي مرتين. شو بدك كشك؟ بس قلتي لي كشك ما عاد فيني. انا كثير بحب الكشك. ايه دوقي. لا كثير طيبين بس بلا معلمية. ايه اوكي خلص رح دوق. شو طيبة؟ كان عم بالي علم عليكي بس ما زبطت. شو بدك تعملي؟ انه كثير طيبة. لا عن جد طيبة. لا لا ولا لا هلا مدوق الشباب كمان. بدي اقول لها بدها ملح انه علم علي انه. طب ليكو هيدا منظر يعني انا عم بصور فيه هلا. لحظه انت بروجرامك يا قلبي تيك تايم صار وهيك. لا ايه برايم تايم. برايم تايم عم بتغنج على الجديد. اي وانا هيك لازم اطلع. بتسكي شو فيها حلوه كيف ما كنتي علو عملت مثل الساسه نادين. ايه انا اخر ورده تلقيتيها عم بلش بقوه. ما بذكر ليه؟ ما بذكر. ما بتذكري؟ لا. طب امتى باخر بوكيت ورد وصلتي؟ بوكيات دايما بيوصلني. عندي فانز كتير بحبوني ودايما ما بيقصروا يعني. ايه دايما. هلا يمكن في بالصالون. لا خلصت. لا راحت. ايه دايما بتلقى بوكيت ورد ودايما بيجيني ورد وهيك. بس انه من الفانز. بس هيدي ورده يعني كانه عم تحكي شيء هيك انه ورده وشيء رمادي ما بتنترك. شو بدك يا زرصه؟ شو في؟ طب في عضيز الاولاد وخبار. شو طب ما خليك ليك انت وقفي هون. لا بدي وفي ركوه. ركوه هون تحت. ايه. كمان جرور هون. ايه دخت خليني وقف الطبخ. شرفك هلا ليك فرنسيا. ما انا عم بحكي فوق الاكل. ما انا فرنسيا بتكمله. انا بدي شربك قهوه. اوكي ولا اوقع. ما انا حاستقبلك. ما لا انا بدي استقبلك. ما مش بيت بيتي. ليك بشرفك شي مره عامله بحدا هيك؟ لا انت بقولي انا عم تعملي فيني هيك. لا انت اول بيت بيتك اكيد. انت بتعرفي معزتك وكل هولي. يا يسوع الناصر. زيحي يا بنت الاوادي. هيدي صغيره بتحطيها هون. مالي مالي ما هم انا وانت نشرب. خلص حنشرب هون. انا مش حاطط لك يا كاميرتك. وين هاي كاميرتي؟ عم تاخذ كل اللقطات. فتت فيها. روقي لنحط هاي. هيدي اتركي علي لحظه. مشي هيدا. طب ليك اوكي بلكي كهربت. لا 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 خلص فلتيها فلتيها خلص. نادين مين بتسلمي عليه مسيره بالوسط الفني؟ ما فهمت عليك شيء. هن بعضهم بصوروا بهذا بعد كلهم بنصور نحن. ايه كفي الكبه بليز. طيب بدنا نطعم الاولاد. شيل القهوه بان من هون. اه البان من هون. ايه. مين شو قلتي؟ مين بتسلمي عليه مسيره؟
مسيرات ثلاث ارباعهم. كيف تشربيها القهوه؟ مره وحلوه مره. انا حلوه مضطره احط سكر ما لا بس وحيات امي ما بشربها مع سكر ما فيني ما طب يلا بشربها معك مره. ايه؟ شوفي قد ايه عم ضحى اليوم انا. ايه؟ عم بتضحى انك كمشتيني بالمطبخ بمنظرك تقبلين تضحيه فعلا. مين بتسلمي عليه مسيره؟ اي لو فيو انا كثير وانا بحبك. انت بفتره سلمت عليك هيك مسيره؟ اه طبعا ما في. ما كنت طيقك يعني؟ ما كنت طيقيني؟ لك ايش بك ما طلعت برشت امي كله حينزل. انت معقوله بتطلعي بتقولي انه معقول بتقولي انه بيدرسوا مشاهد بالجامعه؟ فاتن حمامة نادين الراس ولا ماني فاتن حمامة بس نادين الراس شو بعمل لك يعني؟ اذا اخذوا المشاهد ونزلوه على الجامعه وسمير حبشي نزلون وعلم عن جد على المشاهد شو بيكون؟ بيكون درسون ولا لا؟ فاتوا تلاميذ لعندي على تويتر وكتبوا وحطوا انه كان اليوم الدرس عنك انت. اي واز كنت مبسوطه بس يعني انا ما درس بشكل. مشهد انا قالوا رجا ورودولف انت تدرسي انا قلت له انه لا انه نزل مشاهد درس مشهد, درس يعني. مشاهد عملتهم من الاشياء اللي شغلتها ومن بيناتهم ولاده من الخاسره اللي هو مش هو اخراجه. ليك شو مش حلو؟ مش عارف كثير حلو انا برققها مش بخير. انا بحس هول بعد 20 سنه ببلش اعرف اعملهم هالقد محتاله علما انه بطبخ. لا عن جد بطبخ مش انه بفكر انا بطبخ والله بطبخ. ممكن اروق لكم رايحه انا وياكم لعندها. انت مش مين حيعمل فيكي على البكله؟ ياي حبيت انت ندوري بس قولي مين حيعمل فيكي على البكله؟ بسال المخرج اذا ما قبل معي المخرج اخذ حدا ثاني بقى حيروح المخرج. تفضلي. طيب نادين اشتقت تعيشي قصه حب؟ مثل ما معيشه العالم على الهواء؟ ايه اكيد. هيدي القصص اللي تبع اول ما تبلش العلاقه وهول انه ايه انه ما بيعودوا هيك بضل في بتحترمي الشخص وبتحبيه بس ما بيعود شيء. هيدا تبع اول مثل ما تبلش العلاقه انه ايه شيء كثير حلو. بس رجا ولين هن انحرموا من بعض تجوزوا وتركوا بعضهم سو ذاتس واي بقي هيدا الشيء والعان بيناتهم. بقى انا يلي اللي بيقدر يحافظ على هيدا الشيء وانا انا بضل عم جرب حافظ وصل منه الرجال بس تنوصل هيك. جيبي لي معك واحد. ايه خلص طيب نادين حاسه حالك تاكل ضفيري؟ باكل ضفيري؟ ايه؟ لا او حتى اكريليك بحط جل على ضفيري تما يتكسروا. ايه؟ بس تاكلي بالعاده شو بتاكلي بس تكوني معصبه؟ باكل اللي قدامي. تاكلي اللي قدامك شو يعني بتعصبي؟ شو في خلف هذا الوجه اللي ما بنعرفه نادين؟ شو في خلف هذا الوجه؟ ما بعرف في اشي. شو عم تعملي؟ بس هيدا الكاميرا طير الكاميرا؟ ايه. شو في خلف هذا الوجه اللي ما بنعرفه يعني ضحوك وكذا بس شو في ورا؟ في ورا حزن، في ورا معاناة، في ورا وجع، في ورا باتلز شو بيقولوا لهم؟ معارك. معارك؟ انه اكيد طب طبيعي. رجع الزمن لورا وعندك قدرة تراجعي شخص رحل مين بيكون؟ جدي. لأنه ما كنت متوقعة يروح بسرعة وما عملت معه شيء، كان فيني أعمل معه كتير أشياء، كان فيني إنه كان فيني أخده أعمله كزدورة، أطلع أنا وياه أتغدى بمطعم. ما عملتيهم؟ لا. ليه بعد ما غنيتي؟ يعني مثلتي مصر... عملتي دعايات عملتي موديلينج؟ إيه ما صار يعني غنيت مع أنا وعاصي بالمسرحية لأنه كنت حاسة إنه هوني قادرة أغني. أيوة. عرفت بس بعد ما اجى الشيء اللي عرفت لي خليني اتحمس. من فتره سمعت غنيه بعت ليها ملحن من مصر انغرمت فيها وكثير حبيتها بس انه اذا عملتها كرمال شو بس كرمال اذا شيء نزلها على الاذاعات بس اني اعمل حفلات بعد مني عرفتي يعني ما عندي لا الوقت ولا النية. ايه طيب نادين عندك ثلاث صبيان ممكن تعمليها بعد لتجيب البنت؟ لا يو دونت كير. اعمل شو بس تعمليها لتجيب البنت؟ تعمليها لتجيب البنت. اعمل شو انه تعمليها احبال يعني تحبل يا انت عم تعملي سطحية هلا؟ ايه جاية قبل بساعة ومرتاحة على وضعي. طب انا لو ما رحت عملت مكياج مش عارفة شو كنت عملت فيك هلا. ما عارفة انه عارفة مواعيدك من لا بعرفك انه ملتزمة معي يعني. برافو. طب قولي لي عبيكو عندك بنت؟ لا ما بحب. اذا فورت القهوة شو بنعمل؟ بتنطفي الغاز. اوكي لا صعبة فرنسيا بتجي بتاكلك. لا لا فوري مالك اذا بتفور معك عاده خير تقبليني بيقولوا كبوا القهوه من عماهن قالوا الخير اجاهم يعني. خلص ما انا جيت اجا كل الخير تقول. نعم طب نادين تفضلي يلا طلع لهم بتمزاجي لما بتقولي بتمزاجي لما بيقولوا عارضه ازياءه حلوه شو بدها بالتمثيل يعني فشر على رقبتهم المسله تحت باطك هيك بتنعي فشر على رقبه امهم بتحدى اصلا يقولوها اللي بيقولها بيكون حدا ما عنده خبر بالتمثيل اصلا يعني انا اشرف لما يحضر تي في يلعب بلاي ستيشن كمان اكيد اذا انا ما بعرف مثل بقى يروح ينضبه ايش حلو التواضع. طيب نادين مين نجمه الدراما الاولى بلبنان؟ مين نجمه الدراما الاولى؟ ما في نجمه اولى في نجوم ما في لا اولى ولا ثانيه في اعمال ناجحه نو في اعمال ناجحه اليوم اعتبري انا مسلسل اليوم قصه حب على الهوا مكسر الارض انا اليوم نجمه اولى
لانه اليوم عملي اول. طب ليكي الغاز كثير خفيف ما عم تغلي، شو ما تكوني مفكره بدي اقف نص ساعه هون؟ ما انا عارفه شو عم بعمل، بدي اخلص الكبه. يلا جاي اقول لك اياها. ايه فرانسيا، بدك فرانسيا تعمل عنك؟ ايه فرانسيا يا ريت. فرانسيا بليز هاني كم. طب نادين دير بليز كان يو ميك ذا كوفي. نادين اذا عملت سيرتش على جوجل يعني هلا بفرجيك اذا بدك على التليفون، بحط نادين بتطلع نادين الجيم قبل نادين الراسي. بتحسي شيء؟ بشو؟ ما بعرف بتحسي شيء؟ انت حسيت بشيء؟ لا هيك انه بتنزعجي كذا؟ لا دي بتنزعج مو فهمت. بتحبيها؟ اكيد ما بعشقها يعني، بس انه بحبها اكيد، وبنت بتشتغل شغله كثير حلو. وانا اول حدا قال وقت حضرتها بالكسيحه وقتها بلشتي مع فيليب اسمر بهذا المسلسل، قلت لهم هذا البنت خطره وانطروا منها يعني اول حدا حكيت عنها منيح. بس بيطلع اسمها بالاسم، بيطلع اسمها بالاسم، هيدا شو سيناريو نافوار، شو بيأثر؟ بيأثر على مسلسلاتي يعني، ولا بتطلع الطبخة مش منيحة وبتبطل الناس تحبني؟ ايه ما بعرف. حرارة لا اوكي وقفي هون. لا طيب هالميل هالميل. طب انا انت اي بروفيل بتحبي؟ تعال اي بروفيل بتحبي؟ اي دونت كير. اي دونت كير. انت ايه؟ وانا كمان بس بدي بس لانه شعراتي ما عم بيشوفوني يعني. ايه لا وقفي هون لك يعني. لا خلص هيك منيح. خلص مهم يبين شعراتك. يلا خلصت الكبة، أطول مرة بعمل فيها صينية كبة. نادين مين نعم. الممثل اللي عاملة إكس عليه ما بتعديها أو أصلاً ما بدك تصوري معه؟ لا لا ما في أصلاً، في ناس ما بتركب أنا وياهم نكون مثل مين؟ في ناس ما بتركب يعني، بيبقى ما في كامستري، بيبقى بيزبط يكون بركي خيك بركي في كذا عرفتي، بس منه حبيب يعني، بتحس إنه يلعب يكون حبيبك صعبة. سو هول من الاصل يعني، وقت نعمل الكاستنج مثلا بقول انا ما برتاح مع هذا الشخص، ما بحس بيركب كيمستري، بس بس ما بقى في فيتو عليه. في ناس زعلت من هذا الموضوع واكتشفوا بعدين. انت بتعرف تعملي هذا الكباب؟ لا اكيد. ولا اكتشفوا انه انا معي حق. طيب. عرفتي انغرمتي شي مره ببطل قدامك؟ انا بعرف كل ممثله بنغرم. انغرمتي عن جد؟ فكرتي فيه بس رجعتي على البيت؟ لا فشل. لا 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 عن جد اكيد لا. كنت افكر فيه بس ارجع البيت. فرنسا يول كونتينيو ذس بس اي نيد ات سمول. اوكي طيب نادين ايه رح اخذ القهوه. الحقيني خلصتي؟ فوتي 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 البيت بيتك. ايه عن جد؟ طيب يلا عن جد تعي فوتي فوتي بس تنكفي يلا فوتي لحقتك. وين بدي اقعد؟ رح نقل عادي مطرح ما بدك تقبريني واصله. ليكي فرانشيسكا كونتينيو هي ما بتنترك. اي كانت ليف هير لانه يلا رح نخلص. Just continue the كبة. I don't think we have too much meat to make the other one. If you can make small one, make and put in freezer. Other one, make small like this. Don't forget the kids. No, and I have a big problem inside. حقونا. المجازر تبعي. فوتي فوتي ماما تعي. تعي تعي. لو استحي. بعد البريك. أنت من ظلمي. شوفي وسكتي وريحي. قولي عندك كده؟ اه هيدا تبع البنات. تبع البنات. تفضلي تفضلي جاي. نادين وين أحلى قعدة بتحبي نقعدها؟ بحب نقعدة؟ نقعدة؟ هي أحلى قعدة هون، هيدي قعدتي أنا المفضلة لإلي بس. نقعد هون؟ لا لا لا. ليه؟ لا لا بنقعد ليه ليه ليه؟ لا ما بحب. ليه عن جد؟ قعدتي ما بحب خلص. لو عينك ضايقة لا مش عيني ضايقة بس أنا ما بنساعد. ليه شو بها هالكرسي؟ ما بها شيء بس هيدي ماي تشير. اه طيب وين بتحبي تقعد؟ هلا انا بقعد هون عاده. وين بدك؟ هونيك بدي اياك هيك قاعده ملوكيه. تفضلي بدي ضيفك قهوه. بدك تفضلي تفضلي. لا ذوق وحياة ربي. لا خي ايه كثير حلو. اي يا ايه تفضلي بس نشرب قهوه لنقدر نركز. انزل جيب الاولاد من ناحيه تكون نزلت فرنسا تجيبهم. اجى وقت الاولاد؟ نعم. انت المفروض تجي بعد ما يجي الاولاد تقبريني وهيك هو لازم يعني. لحظه شعراتي كثير قرف. فكي فكي شعري فكي شعري. ها اجى هلو مموشي خبرني سبب هيك يا قلبي. سوري حبيبي. ايه رجعت بس كجلا كما ستي بيان بو بو بيتي فازي فخوا جودي. ايه بوكو فخوا. لا سي هاي تو ايفري ون. هاي هلو هلو هاي يلا فانتري يلا عدو حدنا اذا بدكم. شو بدكم تاكلوا مام؟ طبخنا لكم كبة. طبخت لكم كبة. طبخت لكم كبة. طبخت لكم امكم هي عم بتحضر الكبة اكشلي وهيدي الكلمة الصحيحة. قالي ماما. لحظة 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 لحظة. شو لك يا عوفي تشوف؟ لحظة. كيف يعني هيك؟ مش عم بفهم. شو عم بفهم؟
نسيت الكاميرا عطول ناسي الكاميرا عم جرب ما انسى مره بنسى انك ما تجي من اصله مش احلى لا فوتي هلا بعدها شغاله هي ايه شغاله انا فت على المطبخ كملت الكبه ايه تعال حتى اعتبره هيك ليك اعملوا انه حتى لتاخذ لنا كادر حلو لحتى اعملوا انه انا يابا او لك بتبين فيها هون طب هيدي كيف انت اخذت الطاوله انا ما بشرب قهوه هون يلا ها شرفه شرفه نادين قد ايه فيكي تقعدي بلا تليفونك ما في امتى انظلمت نادين الراسي اف امتى انظلمت اخر همك ما بعتبر ظلم انه خلص الانسان بده يكون قوي يعني وبده يواجه الحياه بس الحياه فيها بس انظلمت ظلمت ولا ظلمت يعني شو الاكثر لا اكثر اكيد انظلمت اكيد انظلمت ظلمت ايه اكيد ظلمت طب نادين زعلانه بتقعد بينه وبين الله شو بتقولي له بقول لك كتر خيرك اخر مره قلت له انه انف لا يجولي كنت بس اتعب بقول دائما يعني اي يعني حد يسوع الملاك او بقول له كتر خيرك اذا شفني هالقد بحمل كتر خيرك انا مستعده بقى وصلت محل قلت له لا مش هالقد يعني بدك تخفف الدوز شوي بتحملي كثير؟ اكيد بحمل يعني وصلت لمرحله هلا بفتره قلت انه انا حضل عم بضحك حضل مبسوطه ولادي صحتهم منيحه ما حدا عنده مرض لا سمح الله بالعيله منا ما يعني كتر خير الله اكثر ما بنستاهله صحتي منيحه وشغلي منيح بقى نادين تشيرز نادين لحظه اشربي اسكتي ايه اشربي اشربي واسكتي وريحي بتعرفي تبصري هلا بس خلص بدها تبط بصري وليييي طيب جميل بعرف بحطوهم وبصيروا يشوفوا رسمات يعني ما في حدا ما عنده عصفور ما حدا ما عنده خبريه ما عنده رزق واشاره ورزق او طالع طلوع ونزل زول مشونا طيب نادين بيني وبينك هلا منتشرة كم كاميرا بس هيك على الخفيف عندك اكونت على الفيسبوك او على تويتر فيك او مش فيك يعني هيك بس لتراقبي و جميل انا ما عندي فيسبوك تويتر تويتر عند التويتر اللي عندي ما عندك شيء هيك لتقدر تراقب لا 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 تشوفي. ما في زوم انت اذا عندك تويتر تبعه وليك فيك انت اذا بدك تشوفي حدا بتحط اسمه وبتفوتي بتشوفي عرفتها مؤخرا مين لاحق على تويتر الكل بتعملي لايك وريتويت او ريتويت وفيفورت وهيك مرات بحس انه لا بدها تنفهم بطريقه مدري كيف بقوم ما بعمل بس بكون من جوا حابه اعمل اي لعبه بتلعبي باوقات فراغك ما بلعب ما عندك وقت فراغ لا وقت الفراغ بعد انا ورفقاتي يعني في عندي كم كوب لرفقاتي بنقعد مرات عندنا ماشينه البينجو نلعب بينجو تلعب بيبي فود شفت بيبي فود بلعب الاولاد هلا بلعب بيبي فود بلعب اكس بوكس بلعب بلاي ستيشن كنت قبل طب بمين بتلعب بالكل بالكل يعني خلص هيدي المرحله اللي انا منيحه خلصنا مش خلصنا لا 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 انا ببقى مثل ما انا بصفحه جديده بشابتر جديده ولا عرفتي بس اكيد انه صار فيني قصص جديده اكيد اكيد صرت اقسى من قبل اكيد صرت اوعى اكيد هو اكيد يعني كتار القراب انه انت تغيرتي مش انا اللي اصلا غلط اني ما اتغير ما الحياه عم تتغير ما فيني انا ضلني عم بتعامل معها بنفس الطريقه بعدين بتغير اصلا فوالا وبعدين اذا بتعاملي الاشياء بطريقه بتلاقي حالك انه عم ترتكبي غلط المفروض تغيري يعني اذا ما غيرنا الطريقه ما بتتغير النتيجه بقى بتضطري تغيري واذا كان نصيبك بالاشياء هو هيك بيكون نصيبك يعني شو ما عملتي حيكون نصيبك بقى اي ليت جو تعلمت اني كب مش هي منه ريفانش منه انتقام هو انه انسان خلص. صرت اقتنع اكثر الاشياء خلصت عرفتي طب نادين حياتنا هيك نيه عن مشاهد اي مشهد بدك تعملي عليه اكس كلنا بنتعلم اوكي بس في قصص بكون عبالنا لو فينا هيك يعني كات وديليت كات وديليت الباب لا بس بدك تفتح انت ايه اكيد تفتح لان البنت مع الولد بفتح مين بده يجي انتوا بعدكم عم تصوروا وي اه كوكي هول ثلاثه مع حار وحامد هول بلا حار بدك ترجع حطيله اي لاف يو بقى فكرتك نسيتي ثانك يو تقبليني هلا بدوقه يلا تشاو الجار في احلى من الجار هي مع حربتك مين هي جارتي ايه قالك ما اهدمها شو عامله لحم بعجين لا عن جد امبارح ما عم تصوروا عم تصوروا بلا عم بيصوروا ضيفونا لحم بعجين فينا ناكل ها بدو ما بعجين واو لو ايه طب مش عارف طبيتي فنجانك ايه طبيت الفنجان فظيعه نادين
نحن عم ناكل لحماجين بس قولي لي كاتو ديليت لسؤالك ليه هيك طيب شو في كثير قصص يمكن ما بقى بديها تكون بتمنى ما مرقت معي بحياتي بس هذا نصيبي خلص شو اللي موجود دائما بجدانك مصاري كثير ولا شوي حسب فرجينا اللي قد معك جي بتحشي بالراب ايه عن جد فرجينا ليه لا قاعدة لا عن جد شو غير مصاري دايما ما بتخلي اكيد مصاري بيكون معي فرشة اسناني ومعجون ولا وهيدا تبع البنات تبع البنات انا اكيد بس تبع الشباب يعني لا ما مصدقين هدي طب شو عم تسأليني ما بجاوب عم تسمعوا طب ما بجاوب شو بعمل بلا جاوب اللي موجود بجزاني اللي ما بتشيليه ده ما بشيله ايه لا حسب مرات في مصاري مرات حبيتي ولا لا كثير طيبه ايه بس ما بتخليني اكل ليه بكل حبيبي كل صحه ما تبكي الله الصحه انا بدي طعميك لما تحكي بقى نادين مدمنه على شو مخدرات عن جد شو معقوله مدمنه فيك تكوني مدمنه على هيلا شيء دخان اكيد هذا ادمان اكيد هذا شيء ما منيح وعم خففه انا حدا بحب انا بواجه انا اذا موجوعه بدي اشوف شو وجعي هي قصه تبنجي ما حدا بيروح للمخدرات غير الناس اللي عندها مشاكل مش قادره تواجهها بتروح للمخدرات بتهرب وينك هربان عم تقع بمشاكل اكبر ومشكلتك عم تكبر فيست وشو ما كانت كبيره واخرتها يعني والنتيجه خلصنا وخلصنا ومشي نادين بينتي لنا كل هيدي الفتره انه انت حدا واعي قادر يستوعب مشاكله وقصصه وكل شيء صار معه انت كيف هيك تلقيتي بعتذر اتدخل بس مشكل خيك جورج الراسي وبعرف قد ايه قلبك يعني قد ايه بتحبوا بعض هو وزوجته كيف طلع الموضوع للاعلام شو كانت كلمه نادين الراسي لالهم يعني بشو اكيد انه جنات تحت الارب كاستنج تبع الصغار لا تبع الممثلين الممثلين ايه اللي كانت جوري فيها كارمن وقصاي وباسل تستحق نادين تكون بالجوري ولا بعد بكير واو حبيت ايه بكير لا بكير طيب وانا صرت مؤخره بطل بكير يعني لحظه لكي فنجاني ابيض بشرفك ابيض شق اللفت لا عم تمزحي ما عن جد لك فنجانه تتشوفي قلبي قد ايه ابيض ايه تقبريني عندك شعر قلبك ابيض قلبك ابيض على المصري قلبك ابيض انا فيلي كان عبالي ضلني بس وحياة امي هذا البروجرام كارثه مش عم بمزح بالمره يعني منك محترمه شيء طب هات بوسك منيح اللباس تروقي لو وقف لك ما اطلع مثلك بلا مربى يلا شباب يلا حقوا يلا روقي خدوا ميكرويتكم لحظه كاميرتي كمان شفتي كيف وين الميكرو اللي حاطينه انتوا وين زرعين وين حاطين ميكرويت صوتك وين ما بدك ميكرويت لا مش ميكرويت انا ميكرويتك بعيده عني البرش فوق راسك انا البرش اخذته كل شيء بيطلع مزبوط لك فلت ما روقي خد الشباب نادين ميرسي على كل شيء حياتي اهلا وسهلا اي لاف يو اي لاف يو ولا ان شاء الله بشي روعه اللي عملناه اليوم لا كنت حقيقيه ما مش معودين يشوفوكم على حقيقتكم لا انا لازم اعود بس انه هيك لا هذا مش حقيقه هذا اسمه بهدله لا كثير كلنا بنلبس بيجامات وكلنا وانتم بنطلع على التي في الساعه 8:30 احلى شيء التي في اللي بالحلقه 8:30 8:30 الجمعه حلو حبيت نادين باي تقبريني اي لاف يو تو ميرسي على لحم بعجين خلص باي باي صحة لطبق طي اللي عن عرضك هادي شو انتو شو بعدكم عم تتفضلوا حبيبي بدكم تاكلوا